المشاهدين مستشفى الثاني من ديسمبر جاء كحاجة ملحة لمساعدة بساطة مدينة المخا مجهزا بأحدث الأجهزة التي تسهم في التشخيص السليم والدقيق للمرضى. وإلى التفاصيل في التقرير التالي. سعة 50 سريرا بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة يبنى مستشفى الثاني من ديسمبر ويستقبل بسطاء مدينة المخا ومديريات الساحل بخدمات مجانية تبدأ من قطع ورقة المعاينة وتمر بالمعاينة والفحوصات حتى تلقي العلاج مجانا. فمجانية العلاج تكفل لفقراء المدينة معاينتهم في مستشفى مجهز بأحدث الأجهزة. فمستشفى الثاني ديسمبر خدمة أتت كاحتياج ملح لما خلفته الحرب من تردي الخدمات الصحية أو نقل عدم وجودها. فستة أشهر لمس المواطن اهتمام ورعاية صحية بشكل واضح في مستشفى الثاني من ديسمبر. أولا نشكر قناة عدن فضائية لتكبدهم المشاق وحضورهم لمستشفى الثاني من ديسمبر وعمل تنوير للأخوة المشاهدين. المستشفى الحمد لله هو تم بفضل من الله ودعم كريم من دولة الإمارات العربية تحت إشراف ورعاية سعادة العميد طارق جزاهم الله خير، يقدم خدمة مجانية تماما لكل فئات المجتمع، ليس حكرا على العسكريين إنما هو مستشفى عام، وهو مستشفى مجهز بكل أنواع التجهيزات الطبية من قسم طوارئ متقدم وأجهزة مراقبة المرضى، وأيضا يوجد به جهاز صور مقطعية وأجهزة أشعة عادية سينية. يوجد أيضا بالمختبر احتوى على جميع الفحوصات للطوارئ وفحوصات، كما يوجد عندنا قسم العمليات الطوارئ والعمليات الباردة وقسم برقود تنويم المرضى. تقريبا المستشفى يحتوي على 50 سرير في الوقت الراهن، وإن شاء الله في المستقبل هناك خطة لتوسيع المستشفى لأنه مستوعب أكثر من ذلك. والآن بفضل الله المستشفى يعني افتتح أكثر من 6 أشهر يعمل يعني بتناغم كامل مع الجهات الصحية الموجودة، دعم من إخواننا في المستشفى السعودي والأخ دكتور طارق العزاني وإخوان اللي داعمين جدا للمستشفى يعني. أكيد وبفضل الله يعني تمت مثل ما تفضلتي حملات لمكافحة البعوض والناموس وأيضا الذباب في الفترة السابقة، وكانت نتائجها ممتازة بفضل الله. قل عدد المرضى المراجعين خاصة في حمى الضنك جينج فيبر وكثير من الحميات يعني، هذا بفضل مجهود الأخوة المسؤولين من في مكافحة المرضى. العدد الآن من المراجعين للأمراض العادية تقريبا وصل أكثر من 25,000 وزيادة في 6 أشهر. والله الحمد لله هي الخدمة مفتوحة لكل أفراد المجتمع وهي خدمة مجانية، ويعني احنا فقط نحتاج من الأخوة يلتزموا بأوقات حضور المستشفى خاصة فيما يتعلق بالعيادات الاختصاصيين والاستشارية. المرضى في الطوارئ ليست لهم وقت، طبعا الطوارئ كل الناس تجي وقت ما تحصل قدر الله حوادث او شيء، ولكن لابد ان يلتزموا ايضا بتعليمات الاخوه في الطاقم المستشفى حتى يسهل يعني عمليه معالجتهم كده. المستشفى 2 ديسمبر تقدم خدمه افضل خدمه، انا كمواطن نجيب عائلتنا او امراضنا الى المستشفى 2 ديسمبر وخدمه طبيه افضل طبيه يعني افضل خدمه طبيه للمستشفى في الساحل الغربي. وافضل في يعني بالخدمه الطبيه بالصحيه باي اي خدمات متكامله داخل المستشفى. ايش تشتي تقول المستشفى انهم كيف اعتنوا بكم وكيف اهتموا؟ بافضل رعايه وافضل خدمه، المستشفى تقدم افضل خدمه وافضل رعايه يعني داخل المستشفى. 16 لمستوا في صحه في تعاون جيد؟ في صحيح. يعني بيئه مكتمله يعني. 6 أشهر لمسنا خدمه ورعايه صحيه وجيده وافضل خدمات. بالنسبه لمستشفى 2 ديسمبر والله بيقدم يعني جميع الخدمات، اول ما توصل من الباب يستقبلك ويقطع لك كارت ثم الى الطبيب الباطنيه او الى القلب او الى الجراحه او الى اي قسم مختص.
ثم بيقوم من هناك بعمل اجراء الفحوصات ويرسلك الى المختبر، ومن هناك عوده يقرر لك العلاجات، والصيدليه تصرف لك العلاج اللازم، يعني بيقوموا بخدمتهم على اكمل وجه. لا هذا لا يمكن الله المستعان، كيف ياخذوا مننا فلوس واحنا كنازحين؟ عارفين انه احنا كل الذي هنا بيعانوا من حالات، يعني خدمه مجانيه؟ خدمه مجانيه، نعم، ما في بياخذوا اي شيء. احيانا نجي مع عائلتنا، بس في حاجه ناقصه هنا قسم الاطفال الذي ما بيعملوا هاي. والله بنشكره ونشكر العميد طارق محمد عبد الله صالح والذي انشا هذا المستشفى وعمل كل بذل كل جهوده من اجل يعني راحه المريض والعسكري والنازع، والى ما يعني بذل كل ما بوسعه. فعاله كبيره اللي هو السلاب كامل الخلفي مع حق الحوض مع ربط تباعد هذه الجبيره الستيك عشان تبعد بين الرجلين ما يحصلش اي احتكاك او اي اعاقه في المستقبل. مستشفى 2 ديسمبر طوق نجات للبسطاء في محافظه تعز وخصوصا مدينة المخاء التي عانت الأمرين والخدمات الصحية القليلة. الآن هذا ديسمبر أجا ليكون مكانا لكل وملاذا لكل مواطن بسيط بعلاجات وفحوصات مجانية.